تعلم من الصحابة، لأن دول القدوة الصحيحة، ولو سلكت وراهم الطريق هتخش الجنة بإذن الله. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى من سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلساني وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لما يأخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمه، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حديث رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بشر بخير، وصلى على النبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.